علي جولي يلعب علي دراكسلير، هاي كرة صعبة لي وولسبورغ، انطلاقة خطيرة صعبة وخطيرة، كرة بالتسديدة، جول با 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 با، جول 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 جول. دانيال كاليجيوري يفتح مدار التسجيل بقوة، يلعب بقوة، اللعبة كم كانت رائعة، وصلها دراكسلير من هناك على الجهة اليمنى، بوم، تسديدة قوية لم يشاهد منها شيئا مانويل نوير، مرت من أمام يديه التسديدة القوية الصاروخية، هزت شباك البايرن، فولسبورغ متفوق في ميونخ بفضل دانيال كاليجيوري في أول صعبة لفيدال ميونير، بابا جول الرابع أهداف هذا الموسم. اللعبة كم كانت رائعة، والانطلاقة من ميلر، اللعبة رائعة الثلاثية، وليفاندوفسكي يشعل المباراة ويعدل النتيجة للبايرن في الدقيقة السادسة من انطلاقة لبايرن ميونخ. كرة أخرى ليفاندوفسكي، جول 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 جول. لم يفرح قليلا، لم يفرح كثيرا البايرن بالثاني، فجأة بالأول فجأة والثاني، جول يا ليفاندوفسكي، جول يا ليفاندوفسكي، جول جول مباغت ومفاجئ، تحولت النتيجة 2-1 البايرن، باريو جاتو ليفاندوفسكي، جول جول، لا الكرة لا تدخل، ليفاندوفسكي، اوبا با با، جول 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 جول. حدث تاريخي لليفاندوفسكي، يسجل 3 أهداف في ظرف 5 دقائق للبايرن، ليفاندوفسكي يثور على الفولسبورغ ويسجل ثلاثية، يا له من بايرن في هذا الشوط الثاني، ويا له من ليفاندوفسكي يسجل 6 أهدافه، يصبح هداف الدوري. اللعبة من ماريو كوتسي ليفاندوفسكي، الأولى في القائم والثانية في الشباك، 3-1 صارت النتيجة، بايرن ميونخ ينتفض، بايرن ميونخ يثور، بايرن ميونخ. البايرن بالتغييرات التي احدثها بيب غوارديولا، ودا كره دوغلاس، دوغلاس يلعب الكره يوزعها، ولا كره صعبه، جول 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 جول. انت مجنون يا ليفاندوفسكي، انت جننت الجميع بما في ذلك روبن في المدرجات، باصابع يديه يشيل الرباعيه، تسجل رباعيه في ظرف 10 دقائق يا ليفاندوفسكي. أين هو دفاع فولسبورغ؟ أين أنت يا دومتي؟ 4-1 لفولسبورغ للبايرن، وكأنه يلعب من دون منافس، الكرة والانطلاقة عن طريق في ظرف 10 دقائق فقط في الحدث يبقى تاريخي. كوتسي يرفع كرة، با با با، جول 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 جول. هذا الذي يحدث من المستحيلات السبعة، ليفاندوفسكي يسجل 5، هو الأروع، هذا الذي يحدث لا يصدق تماما، بيب غوارديولا لا يصدق ماسك راسه، نعم لا تصدق هذا السيناريو الحاصل، ليفاندوفسكي يسجل 5 تاريخية لم يسبق لها مثيل، رومينيغي فرحان، كل البايرن فرحان، الكرة من ميلر، من هناك على الجهة اليمنى يمرر لماريو جوتس، يحطها على طبق مباشرة لليفاندوفسكي، بوم في الزاوية اليمنى، خلى الحارس يتفرج، خلى الحارس يصور، خماسية يصنعها البايرن تاريخية في ظرف ربع ساعة من تسجيل نفس اللاعب ليفاندوفسكي. لا أعتقد بأنه في تاريخ كرة القدم في المستوى العالي حدث مثل هذا السيناريو، لاعب احتياطي يدخل يسجل في ربع ساعة 5 أهداف ويخلي فريقه متفوق ب5-1 بعد ما كانت النتيجة 1-0، أبدا في التاريخ على هذا المستوى العالي لم يحدث يا بيب. Take a moment right here, feeling like a sound gear, driving towards the sun.